مشاهدينا الكرام، مساء الخير. برحب بيكم معانا وحلقه جديده من ماسبير، وحلقتنا النهارده هتكون عن الالعاب الافتراضيه. طبعا يعني في الفتره اللي فاتت شفنا انه لعبه الحوت الازرق اثارت ضجه كبيره جدا، بقت حديث وسط المجتمع واولياء الامور نظرا للخطوره اللي ممكن تتسبب فيها للاطفال او المراهقين اللي بيشتركوا في مثل هذه الالعاب. الحقيقه اللي عمل مشكله لعبه الحوت الازرق، ولكن هل في نوعيه أخرى أو مختلفة من الألعاب منتشرة أيضا ممكن تتسبب في يعني نفس الخطورة على الأشخاص اللي بيشتركوا في الألعاب دي؟ إيه اللي بيميز الألعاب دي؟ إزاي بيقدروا يستقطبوا الأطفال أو المراهقين؟ وإيه الحلول المطروحة، خاصة إن إحنا بنقول إن التقنية أصبحت جزء من حياتنا؟ إيه اللي الأسرة ممكن تعمله؟ وهل صحيح إنه الدولة تقدر إنها تحجب هذه الألعاب؟ الحقيقة موضوعات كتيرة جدا هنناقشها النهاردة من خلال حوارنا مع الأستاذ محمد سامي هنداوي، استشاري في مجال الاعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي. اهلا بيك معانا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه يعني عايزين نتكلم على الضجه اللي انت شفتها طبعا، واللي احنا يعني في وسط المجتمع في الفتره اللي فاتت على لعبه الحوت الازرق تحديدا. ازاي شايف الضجه دي، وهل هي فعلا اللعبه منتشره في مصر؟ هي اولا خلينا نوصفها التوصيف الصحيح. هي مش لعبه بمعنى كلمه لعبه ان انا انزلها على الموبايل او ابلكيشن او الكلام ده كله عشان ما اي حد يقدر ينزلها، لا، هي مجموعات سريه مغلقه. مجموعات سريه مغلقه. ايه بقى مجموعات سريه مغلقه؟ يعني جروبات شات ممكن تكون لها واجهه مثلا بابلكيشن ما على الموبايل ابلكيشن، بس هي الفكره ان انا في الاخر انا بوصلش ان انا اقدر احجبها. هي عباره عن 50 تحدي مش جيم انا اقدر العبه، زي اللعبه اللي طلعت قبل كده، في العاب طلعت ماريو وبوكيمون والكلام ده كله. اللعب دي مختلفه، دي ده شكل العاب. لكن دي شكلها مش العاب، دي عباره عن 50 تحدي. 50 تحدي وضعوا شخص من روسيا، شاب روسي عنده حوالي 22 سنه، دارس علم نفس. ده هو درس علم النفس بس اكيد عنده مشاكل نفسيه. ما هو اكيد عنده مشاكل نفسيه انه ان هو قال لما اتقبض عليه قال كلمه صريحه، انا عايز اتخلص من النفايات البشريه، الناس ملهاش لازمه. النفايات البشريه استخدم الكلمه دي، كان هو الجروب اللي معاه. بس هي الفكره يعني ده مش ابلكيشن، ده ولا لعبه، بمعنى هي فكرة. هو صدر فكره وفي ناس ثانيه بتدير الفكره. في اشخاص ثانيه يعني، وهل هو مقبوض عليه؟ احنا بنتكلم على 50 تحدي، هل في كل ابلكيشن او كل حد بينزلها او كل حد مسؤول ممكن الخمسين تحدي يختلف ما بين لعبه ولعبه، ولا هم 50 تحدي هم الخمسين؟ هو ما فيش حد حتى لغايه النهارده عارف الخمسين تحدي كامل. احنا وصلنا مثلا لخمس تحديات اولى، منها ان هو بيجرح نفسه، بيرسم على ايده اول عشان يقدر يخش اللعبه، بيرسم على ايده بالاله حاده بموس حوت عشان يتقبل. وهو عشان يتقبل ده حضرتك هو بيتم اختيار الشباب. يعني مش اي شخص بيقدم في اللعبة دي بيتقبل؟ لا. ايه الشروط بقى اللي هو لازم ينطبق عليه؟ هو بينتقي مستهدف مين؟ مستهدف الشباب المراهقين من 12 سنة لغاية 18 سنة، اللي هو ما يقدرش يميز ايه الخطر وايه الغلط او ايه الخطر. هو شاب لسه بتكوين عمره، لسه بيكون عقليته لسه بتتكون، فبيصطادوا. وكمان ايه هو بيختار ايه؟ ان حضرتك كان عندي مشاكل نفسيه مثلا، انا على السوشيال ميديا انا دلوقتي بقول انا زعلان، انا فرحان، انا شاب انطوائي، يعني بيبان شخص انطوائي ما بعيد عن اهلي، عندي مشاكل مع الاهل، عندي كذا. بقى بيحلله بقى، هو بيحلل الشخصيه وبعد بيحلل الشخصيه بيختارها. ده وعي بقى لفكره ان انا يعني مش كل حاجه لازم اكتبها على الفيسبوك. لا طبعا. يعني انا زعلان، انا مبسوط النهارده، انا يعني دي حاجات بيتم استخدامها. ده امني الشخصي، ازاي انا اتيح امني الشخصي لاي حد ممكن يشوفه او يحلله او يدرسه. ازاي ده جانب ان احنا ما نفتقر الى الوعي في مصر. طيب لعبه الحوت الازرق، هل صحيح انه الاسم مستوحى من فكره ان الحيتان، بعض الحيتان بينتحروا على الشواطئ؟ بينتحروا على الشواطئ دي فعلا. هي ده سبب بس ده اسم من اسماء عديده كانت ليها. كان فيها ويك مي اب، صحيني 4 الفجر، كان اسمها نفس لعبه الحوت الازرق. هي نفس اللعبه، كان فيها ليها اسماء بر، لعبه الموت. هي كان ليها كذا اسم، بس احد الاسماء اللي هي ترسخت عليها الحوت الازرق.
هي لعبه هي بدات تنتشر امتى؟ هو تقريبا الشاب اخترعها في 2013. هو اخترعها في 2013، بدا العمل عليها بدات تنتشر في 2014. الشاب ده تسبب في موت 130 شاب في روسيا. في روسيا قبض عليه في 2016 واتحقق معاه هو المجموعه اللي كانت معاه. وعلى مستوى العالم هل عندنا بالارقام كم يعني؟ هي ارقام هي ارقام متفرقه يعني في يعني ما نقدرش نطلع ارقام حقيقيه. 3 في الكويت، 8 في الجزائر، واللي لسه عندنا هنا لسه الحالات اللي لسه بتظهر. هل احنا نقدر نقول يعني او احنا عندنا احصائيات او ارقام هل اللعبه دي منتشره ولا لا، او ممكن نحسبها ازاي؟ هل نقدر ندخل على الابلكيشن نشوف كم واحد مشترك؟ لا مفيش ان اقدر اخش على الابلكيشن زي ما قلت لك، هي مجموعه سريه. ادمن الجروب بس او ادمن المجموعه او المدير المجموعه بس اللي قادر يحكم. هو اللي قادر يحكم انا عندي قد ايه. هو ودي ومش معروف، ما لو معروف هيجاب، بس هو الفكره ان هو مش الناس دي مش معروف، المجموعه دي مش معروفه. وصعب الوصول ليهم لان اللي بيخشها بيتهدد ان هو ما يقولش. انا النهارده لو دخلت اللعبه دي من ضمن الشروط ان انا ما اقولش ان انا في اللعبه، فبالتالي مين هيعرف غير لو شاب انتحر ولقى عنده ادله او عنده حاجه او لو شواهد بتقول على دراعه حاجه. انما غير كده مين؟ هل في حد يبلغ؟ ولو حد بلغ، لكن انا ما اقدرش. انا ما اقدرش اراقب الشات كله ولا اراقب الجروبات كلها، مش عندي السيطره على كده. ولا هيلاقي ملايين الجروبات والاف الالاف الاشخاص اللي شغالين عليها. هل ممكن يعني بعض المراهقين يقول انا ممكن اجرب اللعبه وانا اقوى من اللعبه وانا متدين وكل الحاجات دي كده. كلهم بيبداوا كده، بدأوا انا كده. اقوى من اللعبه. الفضول الفضول التحدي، هو بياخده كده. انت اروح اشوف بس حب استطلاع. بالظبط، كله بيخش حب استطلاع او بيتم انتقاء، يا اما يتم انتقاء لانه عنده مشاكل نفسيه اصلا. يعني اللعبه اللي بتبعت ولا الشخص هو اللي بيبعت ولا هم بيبعتوا له على الشات. انتشرت دلوقتي بيتقال ما يقال دلوقتي ان في ابلكيشن. بس الابلكيشن ده ممكن يكون واجهه. لغايه النهارده حضرتك لو عملت سيرش على بلاي ستور او الاب ستور مش هتلاقي العاب كتير جدا منها العاب عاديه جدا. مش هتعرفي مين الصالح مين الطالح. طب فين الابلكيشن المقصود؟ مش هتعرفي الا لو جربتي. وعشان تجربي هتلاقي الاف في نفس الاسم. انا النهارده ممكن اطلع ابلكيشن لحظي باسم بلو ويل عادي جدا. بس هل حضرتك عارفه ان ده الصح هو ده اللي عليه اللعبه ولا لا؟ طيب انا عندي سؤال. طيب دلوقتي انا عندي لعبه الحوت الازرق، هل في العاب تانية تمثل نفس الخطوره؟ هو يعني احنا اتكلمنا في لعبه مريم قبل هل تمثل نفس الخطوره ولا الحوت الازرق؟ هو الحوت الازرق ده وصل للانتحار بشكل هو اللي عمل الضجه عشان عددها كان كبير. عدد الضحايا او ضحايا اللعبه دي ضحايا اللعبه كتير. لكن هي المشكلة ان احنا بنتكلم عن عملية متطورة، فبالتالي يعني ممكن يعني مع الوقت كل مرة يحصل لعبة اكثر خطورة. هو هي لازم نفكر، هو مين اللي بيصدر العاب دي للعالم؟ وليه 130 واحد ماتوا في روسيا؟ ليه يعني انا مش واللي مخترع روسي. المخترع روسي، بس 130 واحد ماتوا في روسيا. كم واحد ماتوا حوالين العالم؟ عدد لا تقارب بالنسبة لروسيا. هل هي موجهه لضرب روسيا؟ هل هي موجهه لضرب روسيا ولا بسبب انه الشخص اللي اخترع اللعبه روسي؟ ممكن يكون ده سبب. ما هو ده احد الاسباب، لان المجموعه الاولى اللي اشتغلت معاه هم مجموعه من شباب الروس. هي دي المجموعه الاولى ابتدت في 2013. هي الفكره نتجت من عندهم. نتجت من عندهم لانه شخص زي ما اتكلمنا ان هو مريض نفسيا. هو صحيح دارس علم نفس ولكن مريض نفسيا، وبالتالي استخدم كلمه نفايات. هو عايز يتخلص من الشخص من الناس اللي مالهاش لازمه في الحياه. هو دي رؤيته. طب في وجهتين نظر دلوقتي، في وجهه نظر بتقول ان احنا المفروض ان احنا نلقي الضوء على الالعاب دي نتكلم فيها، وفي وجهه نظر تانية بتقول لا بلاش نتكلم لانه فكره الكلام كتير عن الالعاب دي ممكن تخلي المراهقين يبقى عندهم حب استطلاع اكتر. ايه الافضل، ان احنا يبقى فيه نوع من انواع التوعيه، ولا الافضل ان الناس ما تتكلمش خالص؟ لا هو من وجهه نظرك، من وجهه نظري لازم يكون في كلام. انا مش هعمل زي النعام وادفن راسي في الرمل. لا لازم اواجه ولازم احلل واقول للناس الحقيقه.
أن لو ما عنديش توعية هيطلع لي بدل الحوت الأزرق ده 500,000 لعبة بعد كده. 100 لعبة احنا بنتكلم في جريمة متطورة. كلها في التوعية. أنا ممكن النهاردة يعني أنا بهاجم النهاردة بأسلوب، بكرة غير الأسلوب، هفتح قناة هيقفل لي هقفل دي هيفتح لي التاني. هيفتح تاني وهفضل في حرب مستمر. لكن الحل يعني الحل الوحيد ان انا اتكلم اوضح الصوره اوعي الناس، هي دي هو ده الحل. وده ناتج من الاسره، بدايه من الاسره، لان لو بصينا كل الضحايا اللي بيتكلموا اللي تم النشأة اطفال صغيره، هو الطفل الصغير ده خلاص يعني بقى نبغى في السوشيال ميديا لا بس احنا دلوقتي بنشوف كل الاطفال للاسف عندهم ادمان تكنولوجي، ايباد اي حاجه، هو عنده ادمان تكنولوجي. بالظبط. الشباب دلوقتي بقى ايه انطوائي على نفسه مع السوشيال ميديا. فالاسره بعدت دلوقتي، انت حضرتك الاسره دلوقتي انا قاعد في البيت والاهل كلنا قاعدين على الموبايل، ما فيش حد بيتكلم مع التاني، الناس كلها قاعد بعض بتفرج على الموبايل او على بتتكلم بابا تبعت له مسج على بابا عايز كذا. حتى ناس لما بتحب تكلم بعض بيبعتوا على الواتساب، ويعني بيبعتوا لبعض مسج يبقوا في نفس، يبقى انا قدام حضرتك وبكتب لك على الواتساب. هي الفكره ثقافه وتوعيه. طب عايز اتكلم على برضو ارجع للحوت الازرق واتكلم على مساله التهديدات، انه الفكره انه لو اي شخص دخل اللعبه دي وحب ان هو ينسحب بيتلقى تهديدات. طيب ايه نوعيه المعلومات اللي بيقدروا ان هم يتحصلوا عليها؟ هل هي معلومات الشخص بنفسه هو اللي بيدلي بيها علشان خاطر يقبلوه، ولا هم بيبقى في طريق هاكرز او هاكينج على الاكونت بتاعه بيبتدوا يتجسسوا عليه؟ هي حضرتك الاثنين. الاثنين مع بعض. بيبتدي الاول بالمعلومات الشخصيه سواء انا بدلي بيها كلاعب او هو كان بيجمعها عليا من الاول، عشان هو اصلا هو بيدعيني للعبه، بيدعيني للخمسين تحدي اللي هو حاطه، فهو اصلا مجمع عني معلومات بسيطه، انا بديله بمجموعه معلومات تانية كلاعب برضا نفس، انا بديله ده عشان العب. وبعد كده هو بيجمع بيبني عليها مجموعه لايرز بقى او معلومات اخرى، سواء من الاكونت الشخصي على الفيسبوك او الاكونت اللي انا داخل بيه، ويجمع كمان عائلتي مين وكل شبكه التواصل بتاعتي مع مين، وبناء عليه ابدا اهدد بقى. سواء انا ههدد طب انت عندك اخت عندك اخ، وهيجيب له اسم يجيب له بيانات، والشاب من تاني خاف، طب انا دلوقتي في ناس بتهددني فانا هكمل معاهم. هل هيبقى التهديدات بناء على المعلومات اللي الشخص تقدم بيها، ولا تهديدات ان انا هاذي مثلا حد من افراد اسرته؟ البدايه تبتدي من المعلومات اللي انا بديها. البدايه انا بديله ايه الاول؟ انا بديله الخيط الاولاني هو يمشي عليه، وبعد كده هو بيجر الخيط، يعني بيجيب معلومات عني بقى، سواء زي ما قلت حضرتك اهلي بيجيب معلومات عن الاهل ويهددهم بيه، او صور شخصيه هاكينج على الموبايل او على اللابتوب ويصور الشخص ده باي شكل من الاشكال. هل الفكره دي موجوده؟ يعني فكره انه ممكن بعض الاشخاص عشان خاطر يتقبل في اللعبه دي ممكن يقدم بعض المعلومات او بعض الصور اي حاجه. طب دي نقطه. هل في فكره تانية، فكره الهاكينج بقى هم نفسهم بيبقوا متخصصين في الموبايل بحيث ان هم ممكن يتجسسوا عليه من 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 خلال ده اكيد. دي عمليه سهله يعني، ولا مش ولا عمليه محتاجه حد متخصص؟ ما كانش ورا المجموعات دي كلها انظمه وحكومات؟ ليه ما نستبعدش الموضوع ده؟ ليه مستبعدين ان احنا يكون ورا الابلكيشن او ورا الموضوع ده انظمه بتلعب ضد الله؟ طب التوعيه بقى، فكره لو يعني عشان خاطر احنا ما نقدرش نمنع الهاكينج ودي حاجه موجوده، طب ايه نوعيه المعلومات او يعني الصور او كده المفروض ما تبقاش حتى موجوده على الموبايل، حتى لو هي مش موجوده على الاكونت، لانه لو حد دخل على مش بس دخل على الفيسبوك ممكن يدخل برضو يعمل هاكينج ويتجسس عليك على موبايلك. يعني انا بحط صور، لما بحط صوره عامه بس، لو هعمل صوره الاكونت بتاعي اخري هنزل كام صوره ماشي بسيطه، لكن مش هدي معلومات كامله، يعني ما اقولش انا بشتغل فين ولا انا بس. دي معلومات عاديه انا بشتغل فين؟ لا مش عاديه. طب في عن طريق المعلومات انا بشتغل فين وسي في بتاعي ايه، في ناس حاطه السي في بتاعها كامل، وفي ناس شغاله في اماكن ممكن تكون مهمه وبيكتبوا بياناتهم، ده نتج ان في مفيش وعي. طب هم ممكن يعملوا ايه لو شخص مثلا كتب يعني انا بشتغل فين او جزء من السي في دي، ممكن يعني تعمل يستفيد مشكله بيها ايه؟ يستفيد بيها ايه؟ هو بيجمع معلومات، ما انا دلوقتي حضرتك انا بجمع معلومات
ومن المعلومات دي بخش بحلل شخصية، بحلل الشخصيات اللي حواليه، بوصل لمعلومات اكبر. هاي الفكره، انا بهدي حضرتك بايه؟ انا بهدي حضرتك مش بس الصور الشخصيه، باهلك. والله اعلم بعد كده انا ممكن اطلب منك، انا كان انا مهدد، انا اطلب ايه بعد كده؟ محدش يعرف ال 50 تحدي اللي بيطلبوا ايه. احنا كل ده بنتكلم في اول اربع رسم الرسم على الايدين والكلام ده كله بيوصله في النهايه للانتحار. تمام، لكن هل في النص ده هو طلب منه ايه؟ هل حاجه مضره لشخصه او للي حواليه او لبلده كلها؟ بتعرفش هو طلب منك ايه. طيب هنتوقف مع هذا التقرير ونعود مرة اخرى لاستكمال الحوار. التواصل الاجتماعي على مستوى العالم كله بيستفادوا منه بالمعلومات، ولكن عندنا في مصر التواصل الاجتماعي كله التسلية. والله يجيبوا لهم تليفونات ما فيهاش نت ولا كلام من ده عشان يحدوا من الموضوع ده شوية، ويبقى في رقابة دايما عليهم. مواقع التواصل الاجتماعي دي احنا استخدمناها الاستخدام السيء. هي في بعض منها حاجات كويسة وفي بعض منها حاجات بتبقى مش ملهاش لازمة يعني. والله التواصل الاجتماعي فعلا عامل فرق، ممكن الأسرة تبقى قاعدة قاعدين مع بعضهم في مكان واحد، كل واحد ما بيتكلموش مع بعض. توعيتهم بالبلد وحب البلد ومراقبتهم بصفة مستمرة بالنسبة للنت والحاجات دي كلها، لأن ده خطر عليهم. أدت إلى تباعد الأفراد وبالذات أفراد الأسرة بعضهم عن بعض. تبص لها مثلا أن الأسرة قاعدة، تبص لها كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وفي واد بعيد عن الآخر. رجعنا مرة تانية، عايز اتكلم بقى على المهام الخاصة بلعبة الحوت الازرق. هل في بعض المظاهر اللي ممكن تظهر على الشخص اللي يعني ممكن الاسرة من خلالها تعرف انه يعني هذا الشخص ممكن، او يعني هذا المراهق ممكن يكون هيقدم على الانتحار؟ هي طبعا بيبقى حالته النفسية خلاص متدمرة، ما دام وصل لمرحلة ما المفروض انه يوصل التحدي الواحد وعشرين، يبقى خلاص ده هو كده وصل من السيطرة الكاملة. المفروض يكونوا هم الأسرة خدت بالها من فترة. المفروض يكون يعني. الفكرة بقى التوعية في الأسرة، المفروض الأسرة نفسها تكون واعية للأطفال بتاع أطفالها، ووعية الطفل بيعمل إيه. مش مجرد بس نراقبه، يعني الفكرة مش إن أنا نراقبه، المراقبة دي أنا هو مش هيقبل إن حد يراقبه أو حد يشوف موبايله أو يشوف حد بيعمل وبيعمل إيه، لكن الفكرة أنا واعي إن الشخص ده اتغير في حالة نفسية. مفهوم أكيد دمن علماء النفس أضرب الموضوع دي. الفقرة اللي جاية فعلا لكن هنتكلم في إيه دلوقتي؟ أكيد الشاب ده هلاقيه انطوائي قاعد لوحده ما بيتكلمش، هتلاقي أكيد في علامات. في علامات طبعا لأن دي أحد الشروط الأساسية للإلحاق. يعني لو مش واعي ابني على دراعه إيه ولا إيه، في إيه شكله، يعني صحيح في مشكلة في العيلة نفسها. طيب إن كانت التقنية طبعا زي ما احنا عارفين جزء من حياتنا، هل في أي طريقة تقدر الأسرة إنها تراقب الموبايل، parental lock مثلا، يبقى في نوع من أنواع password أو حاجة، يبقوا عارفين يعني ابنهم دخل على نوعية معينة من الابليكيشنز أو نوعية معينة من اللعب؟ هي يعني موضوع المراقبة نفسه، هو المراقبة طبعا تنفع لحد سن محدد بالظبط، ولكن ممكن تنفع لحد سن ممكن محدد، ممكن الأطفال ممكن 10 سنين لحد 12 سنة لكن بعد كده الطفل مش هيبقى طيب أصلا. خلينا نتكلم لحد 12 سنة، هل في طريقة معينة ممكن الأسرة يعني تعملها، يبقى في زي application lock أو password أو حاجة يقدروا يعني من خلالها أن هم يعرفوا ابنهم دخل على ألعاب شكلها إيه؟ هي في ممكن أنا أقفل البلاي ستور نفسه، ممكن اقفل الباسورد لو انا اب وعايز احمي اولادي اكتر، ممكن اقفلها بباسورد كموبايل كابلكيشن تاني بيقفل الحاجات دي تمام، لكن الفكره ما اقدرش احجب عنه فعلا الحاجات دي، ما اقدرش احجبها بشكل كامل. يعني ما فيش اي نوع من اي سكيورتي يقدر يحجب عنه الاندرويد، لا مفيش الكلام ده خالص. لكن الفكره كلها في الوعي. انا لو اسرتي انا معي اطفالي في مخاطر دلوقتي في كذا، راجع بقى كمان للمدرسه وللاسره، يعني الموضوع مش مقتصر بس على الاسره. طبعا مش بس على الاسره، لسبب لان احنا بنتكلم على فكره انه احجب دي فكره مرفوضه، اسحب الموبايل مش هتنفع. مش عمليه مرفوضه، هي عمليتنا هي مش ده الحل.
هحجب هيفتح لي قناة تانية. قناة تانية. هي يعني هفضل احجب هو انا احجب وهو يفتح احجب هو يفتح. طب انا دلوقتي عملت ايه؟ طب هو نفس الخطر ما زال بيهددني. طب هو في يعني طلبات احاطه زي ما احنا شايفين مقدمه من البرلمان وافكار فكره الحجب، هل الحجب ده متاح؟ يعني مش بنتكلم دلوقتي على مستوى الدوله، هل في دول يعني مثلا قدرت انها فعلا تحجب النوعيه دي من الالعاب، ولا هي محتاجه تقنيات حديثه قوي؟ الحوت الازرق بالذات هو ما فيش حاجه اقدر احجب بيها، يعني زي ما قلنا هي دي مش لعبه، هي فكره. فكرة، ويعني الفكرة دي عبارة عن مجموعات سرية، يعني مش ابليكيشن اقدر احدده واقول اقفله. لا يعني لما الحوت الازرق بس ما فيهوش حاجة، يعني ما اقدرش هقدر احجب الواتساب، هقدر احجب الفيسبوك ماسنجر؟ صعب. ومصدره مش من مصر بالزبط. كمان هو كلهم مصدره مش من مصر. ولو حتى انا في حد بعض المصادر المصرية، لكن الادارة نفسها من الخارج. انا هل انا اعلم دلوقتي انا دخلت فرضا ان انا دلوقتي دعيت للمجموعه دي، المجموعات السريه دي، هل انا اللي قاعد قدامي مديرتر المجموعه ده، هل انا ده انا ضامن ان هو ده من مصر؟ هل ده مزقوق عليا من مين عشان خاطر يوصلني المرحله انا فيها دي؟ استهداف الشباب، هم بيستهدفوا شباب البلد دي او البلاد اللي حوالينا، يعني هي استهداف الشباب الامم عامه، لان احنا مش بنتكلم على مصر بس، احنا بنتكلم على دول العالم كلها، دول العالم كلها بس ما عدا دول معينه ما جاش ناحيتها. في بعض الدول هل عندهم تقنيات حديثه مثلا قدروا ان هم يحجبوا؟ هل هو تقنيه؟ لا مش تقنيه. لكن الفكره هو ما مش مستهدف الدوله دي. الدوله دي مش مستهدف، هو بيستهدف دول بعينها. يعني لقينا تونس، لقينا الجزائر، لقينا الكويت، لقينا لكن برضه في روسيا، يعني في بعض الدول ماشي، روسيا، بريطانيا، ثلاثه في بريطانيا بس. يعني هل هم عندهم تقنيات حديثه قوي مثلا قدروا ان هم يحجبوا من خلالها؟ ممكن دول اوروبا تكون الوعي عندهم عالي شويه. ممكن. الوعي عالي بالمخاطر، مهم قوي مهم قوي فكره. احنا عندنا كمان مشكله تانية، الصالات المخصصه للالعاب الالكترونيه غير مقننه، فدي بتعمل مشكله اعتقد كمان ما لهمش السجل التجاري، واكيد كتير جدا من الصالات حابه انها تبقى مقننه، فهل دي برضو مشكله ان احنا محتاجين فعلا ندخلهم جوه منظومه؟ علشان ده بقى راجع بقى لمجلس النواب. دي بقى حضرتك بتقولي هو دي بقى النقطه اللي اتكلموا فيها. انا كنائب مش المفروض اعي ان حاجه زي دي، ان انا مش هرمي على وزير الصالات اقول له انت عندك انت السبب في المشكله. لا، وزير الصالات مش شايف السبب في المشكله دي. انا كمجلس نواب اقوم بدوري، اعمل تشريع الجرائم الرقميه دي بقت تضاحي زي الجرائم الجنائيه فعلا، تحت الدراسه. طب احط جوه التشريع بقى حكم رادع يمنع الناس دي؟ عشان انا اقوم بدوري والجهات التنفيذيه تقوم بدور، اقنن ليهم شغلهم بحيث ان انا اقدر اسيطر عليهم او بعرف هم بيقدموا العاب ايه. عشان ما يبقاش شاب مثلا زي اللي اخترع اللعبه ده هو اخره، يعني موت 130 شاب وخد 3 سنين سجن وهيطلع اخر السنه دي. فده مش حل. فانا دلوقتي لما اجي ما اعملش المفروض ما اعملش طلب احاطه. انت ماشي بتستجوبه او بتقول له مشكله، لا ساعده. ساعده بدل ما تهاجمه، ساعده. احنا اتكلمنا طبعا على لعبه الحوت الازرق وبعض الالعاب اللي في الاخر يعني ممكن ينتهي بها اللاعب ان هو ينتحر او يؤذي نفسه. هل في بعض الالعاب الثانيه اللي ليها افكار سياسيه؟ بالتاكيد طبعا. أمال هم بيجيبوا ازاي الشباب في داعش او في الجامعات؟ بيتم استقطابهم ازاي؟ مش عن طريق الالعاب الالكترونيه. احد الناس اللي سافروا بيجاهدوا زي ما بيقولوا الجهاد في سوريا ولا الجهاد في مع داعش، فده معظمهم تم استقطابهم عن طريق الانترنت. عن طريق كمان الالعاب الالكترونيه. الالعاب الالكترونيه ده هم كانوا طلعوا جيم اصلا لداعش. كام واحد بقى دخل على الجيم ده؟ بيستخدموا تنظيم داعش، بيستخدم تقنيات عاليه، تقنيات عاليه، وعاملين جيم باسمهم بيتعاملوا بيه. كام شاب بقى يعني احب لفكره الجهاد وان انا اقتل يعني حسب ما بيقولوا عليهم المشركين وغيرهم. طيب انا بستغله بكده، بجيبه بكده، وبعد كده بقى هو خلاص هو بقى عندي، انا بقى استقطبه ازاي؟ هو بيستعمل اسلوب النفس بقى الاستقطاب. طب هل المجموعات زي الحوت الازرق دي ماشي بتوصل للانتحار؟ طب هل كلهم وصلوا للانتحار؟ ولا في حد تاني اختفى عن ما انتحرش بس اتسافر مثلا، قالوا له تعالى احنا في دعوه للسفر؟
في منهم بيجي لهم دعوات للسفر؟ ما ممكن ما احنا ما نعرفش. ما احنا حضرتك احنا دلوقتي بنشوف ما بنعرفش حاله الحوت الازرق الا ما حد بيتوفى. طب لكن في حالات تانية ممكن في حالات تانية ما تصلش الى الانتحار. ممكن حد تاني ما يوصلش للانتحار. يعني انا دلوقتي عندي 50 تحدي المفروض ان هو نهايته الانتحار. طب الانتحار ده ممكن ما يقول له طب ما يوصل مع احد الشخصيات يقول له لا مش يعني ما يوصلوش للانتحار, يوصل ان هو يسفره بره ولا يغرله عقيدته, يعني سواء بيوصله الالحاد يوصله للشذوذ, يعني ما تعرفيش ايا كان ايه هو بيوصله. خلاص ان هو سيطر عليه, وصل معاه مرحله ان هو الشاب اللي قدامه ده قدر انه يسيطر عليه بشكل كامل, يوصل له معلومات يضم الجماعات الارهابيه ما تعرفيش. طب ان كنا احنا بنتكلم على مشكله خاصه بالالعاب الالكترونيه اللي هي ممكن تشوش على المفاهيم الفكريه للاطفال بقى المراهقين ايا كان, طب هل في امكانيه ان احنا يعني اكيد العائد الاقتصادي للالعاب الالكترونيه عالي جدا, هل احنا عندنا بالارقام العائد الاقتصادي بتاعهم كبير قد ايه؟ لا ما عندناش العائد الاقتصادي بتاعهم كامل بعدناش. طب هل يعني لو احنا ما عندناش بالارقام لكن انا يعني احنا كلنا متخيلين ارقام وعائد كبير جدا عاليه جدا, طب هل احنا ما نملكش التقنيه دي ان احنا نعمل العاب الكترونيه يلعبوا بيها سواء بقى اطفال او مراهقين؟ دي حضرتك نقطه كويسه جدا لان فعلا المفروض ان احنا نعمل حاجه زي كده. يعني مثلا حكومه البرازيل عملت احد اساليب المواجهه للحوت الازرق, طلعت الحوت الوردي او البينك ويل, ولكن في 50 تحديات ولكن تحديات إيجابية فبتنمي عند الطفل العامل الإيجابي بدل ما نمله العامل السلبي بأن يوصل للانتحار. دي أحد أساليب المواجهة اللي واجهت بها حكومة البرازيل للأمر. لكن الفكرة دلوقتي احنا دلوقتي أنا بالفكرة كلها أن دول بيوصلون فين, الخوف كله بيوصلهم لفين. منظمات كتير جدا بتيجي تتسقط بالشباب وصفرهم بحجة التبادل الثقافي بدل الطلابي وغير الفكر وغير الفكر بقى والعقيدة, وزي ما قلنا وصلوهم لمراحل مختلفة سواء شذوذ أو الحاد أو ما هو الفكرة أن يوصل الشخص أن ننتحر فأنا خلاص وصلته أن أنا غيرت له العقيدة عقيدته الدينية. طب إحنا إيه اللي بينقصنا؟ يعني إحنا يعني هل إحنا فعلا نقدر نقدم ألعاب بتقنيات عالية تقدر برضو أنها تستقطب الشباب؟ طبعا ممكن نقدر نعمل حاجه زي كده, بس ده هيتطلب ايه بقى؟ يتطلب ان الدوله كلها تتكاتف, مش جهه بعينها هتشتغل. يعني ما تجيش ارمي اللوم على وزاره الصلاه لوحدها, وزاره الصلاه والجهات اللي معاها الجهات المعنيه مجتمع مدني لازم يتحط اساليب مواجهه. من ضمن اساليب المواجهه دي ان انا اعمل ابلكيشن تاني مثلا, اعمل لعبه تانيه تنمي الوعي عند الاطفال, اعمل افلام تنمي الوعي وتبقى جذابه بالنسبه لهم برضو في نفس الوقت, اعمل افلام كرتون تنمي الفكره عند الاطفال دي بدل ما هم بيطلعوا على العنف, لا اطلعهم على افكار يعني سليمه. ان انا دلوقتي اعمل وعي للاسره. طب ليه وزاره التربيه والتعليم ما تعملش لجان داخل كل مدرسه بان دعوه مثلا الاهالي انها توعيتهم بالمخاطر دي, فالاهل يوعوا بالمخاطر لاطفالهم, المدرسه المدرسين جوه المدارس يوعوا الاطفال في المدارس, فانا هبقى كده بعمل درء المخاطر, ما بستناش الازمه تجيلي واجي ادير بالازمه, فبالتالي ابقى عندي اقابل المخاطر قبل ما تجيلي. دي احد اساليب المواجهه الحقيقه. يعني موضوع الحقيقه محتاج اكتر من حلقه ان احنا نتكلم على موضوع يعني شبكات التواصل الاجتماعي. اهم حاجه ان الشباب ياخدوا بالهم. الفكره ان الشباب ياخدوا بالهم هم بيقدموا على ايه. ولا بيتعاملوا مع مين, ولا بيتعاملوا مع منظمات ايه, ولا بيروحوا يسافروا فين, ولا بيعملوا ايه. لازم الشاب ياخد باله. او المراهق يعني الشاب هم هي الفكره, هو بيبتدي بالمراهق. بيبتدي بالمراهق وبيوصل للشاب. الاستاذ محمد سامي هنداوي استشاري في مجال الاعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي, بشكرك جدا على هذا اللقاء. انا اسعد يا فندم. بشكر الساده المشاهدين والى اللقاء.